بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، أي في السنة، يومان في السنة ينهى عن صيامهما، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. هذان اليومان يوم عيد للمسلمين، ويوم العيد لا ينبغي صيامه، وإنما يؤكل فيه مما أحل الله لعباده من الطيبات، ويتضرع إلى الله ويسألوه التوفيق والسداد، ويفرغ للعبادة والدعاء والتضرع إلى الله، ولا يصوم ذلك اليوم، لأنه لا يناسب أن يصام يوم العيد. فنهانا صلى الله عليه وسلم عن صيامهما بخلاف عيد الأسبوع، فإنه ينهى عن صيامه إلا لحاجة، أو كونه مثلا صام يوما قبله أو يوما بعده. ويوم العيد الأسبوع ويوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع، وهو الذي هدانا الله جل وعلا له بعد أن أضل عنه اليهود والنصارى. فاليهود يوم عيدهم يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، والمسلمون هم السابقون اللاحقون المتأخرون في المجيء، لكن يوم عيدهم قبل أيام اليهود والنصارى. وصيام هذين اليومين حرام بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن صيامهما. فيصامهما المسلم فإنه لا يعتبر صائما، بل يعتبر آثما، لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هما يوم عيد، فيوم عيد الفطر يفرح المسلمون بإتمام شهر رمضان وتأديته كما أمر الله جل وعلا، ويوم عيد الأضحى يفرح المسلمون بتمام حجهم، ويفرحون بقبول هديهم، ويفرحون بذبح أضاحيهم، فأمروا أن يأكلوا منها ولا يحرموا أنفسهم منها. نعم، أقرأ. ما يؤخذ من الحديث: أولا، عيد الفطر وعيد الأضحى هما عيدا المسلمين اللذان يظهر المسلمون فيهما السرور والفرح والبهجة، فهما يوما شكر لله تعالى على صيام شهر رمضان وعلى القيام بمناسك الحج وذبح الهدي والأضاحي، وهما يوما فرح للمسلمين يتوسعون فيهما بالمباحات والطيبات. ولعل من الحكمة في المباحات والطيبات، يعني خاصة التوسع في المباح، وأما التوسع في الحرام فذلك إسراف ولا يجوز. نعم. وهما يوما فرح للمسلمين يتوسعون فيهما بالمباحات والطيبات. ولعل الحكمة من تحريم صومهما ووجوب فطرهما تمييز شهر الصيام،
عن شهر الفطر في عيد الفطر والتمتع في الأكل من الأضاحي والهدي التي أمر الله تعالى بالأكل منها بقوله فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. إذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها ذبحتموها وسقطت في الأرض فكلوا منها وأطعموا. نعم. والصيام عزوف عن هذه السنة. ثانيا، هذين اليومين هو أمر مخال. صيام هذين اليومين هو أمر مخالف ومناف لما شرعه الله وأباحه فيهما، لذا نهى الشارع الحكيم عن صيامهما وأمر بالفطر فيهما. ثالثا، صيام يومي عيد الفطر والأضحى حرام ولا يصح، أي لا ينعقد صياما شرعيا، فلو صامهما الإنسان عن قضاء أو نذر أو نفل أو غير ذلك لم يصح صومه ولم يجزئه عن شيء. رابعا، يوم العيد هو ما اتفق عليه المسلمون وتحقق لديهم ثبوته، ولا عبرة بكبر الأهلة وصغرها، كما لا عبرة بتعيين الدخول والخروج بالحساب، وإنما العبرة بالشهادة الصادقة على الرؤية البصرية المجردة. فقد جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. لأن الهلال يثبت بالرؤية ولا يثبت بالحساب، لأن الحساب يخطئون ويصيبون وقد يختلفون، بعضهم يدخله بالسبت وبعضهم يدخله بالجمعة وهكذا، فهم لا يتفقون على شيء بخلاف الرؤية، فإنه يرى في الأفق رؤية واضحة يراه الناس كلهم أو إلا القليل منهم. نعم. فإذا تحققت رؤيته اعتبروا هذا يوم عيدهم فيحرم صومه، فصيامه شذوذ عن جماعة المسلمين، لما روى الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. فإذا اتفق المسلمون على يوم هو يوم فطرهم فهو يوم العيد، وإذا اتفقوا على يوم آخر يوم أضحاهم فهو يوم الإضحى، ولا يعترف للمخالف بشيء من ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام: الهلال اسم لما يراه الناس ويتعاملونه بينهم، فالفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. خامسا، المشهور في مذهبي الإمامين أبي حنيفة وأحمد أنه إذا ثبت رؤية الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم ولو اختلفت المطالع، وذهب الإمام الشافعي إلى اعتبار اختلاف المطالع. قال شيخ الإسلام: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإذا اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو قول في مذهب أحمد، واختار هذا القول كثير من المحققين. واختلاف المطالع قدرها أهل الهيئة ب 2226 كيلو ب2226 كيلا. يعني إذا رؤي في بلد ما مثلا فإلى 2226 كيلو يلزمهم الفطر والصيام بموجب ما لزم أهل هذه البلد، وأما ما زاد عن ذلك فقد لا يرى ولا يدخلون في اللزوم. يعني أن اختلاف المطالع هذا معلوم من الدين، معلوم لا شك في ذلك، والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ذلك من ذلك الوقت، فمعاوية صام في يوم لم يصم في أهل المدينة، وأفطروا في يوم لم يفطر في أهل المدينة، فاختلاف المطالع معلوم من الدين. نعم. سادسا، قال شيخ الإسلام: لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، والمعتمد عليه كما أنه مناف للشريعة مبتدع في الدين، فهو أيضا مخطئ في العقل والعلم والحساب. وعلم الحساب فهو مخطئ في العقل، فهو أيضا مخطئ في العقل وعلم الحساب،
فإن العقل نعم فإنه مخطئ في العقل وعلم الحساب، فإن علماء الهيئة يقولون إن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، فإنها تختلف باختلاف ارتفاع المكان وانخفاضه وغير ذلك. الصحيح اختلاف المطالع، والصحيح أن مثلا من هنا قد يفطر أو يصوم، وأهل الهند أو الباكستان أو الأندلس لا يفطرون ولا يصومون، يعني أنه يختلف لأنه قد يرى في بلد ولا يرى في البلد الآخر، وإنما ينظر إلى البعد والقرب. فإذا روي مثلا في مكة فينظر إلى 2200 كيلو 26 إلى حد هذا من جميع الجهات يكون رؤية مكة، وما عدا هذا فلا، كما جاء أن أهل المدينة صاموا وأهل الشام أفطروا. نعم. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. الحديث الأول عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه. هذا نبيشة سماه النبي صلى الله عليه وسلم نبيشة الخير، نبيشة الخير، وذلك أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه أسرى، فقال: يا رسول الله، أطلب الفداء من هؤلاء أو من عليهم؟ قال: أنت آمر بالخير، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاق سراح الأسرى، إما بالفدية يأخذ منهم الفدية كما أخذ من بعض أسرى بدر، أو يمن عليهم كما من على بعضهم صلوات الله وسلامه عليه. فشكره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاقتراح، وهو راوي هذا الحديث، وروى حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن القصعة تستغفر للاحسها. فالمرء إذا لحس الإناء الذي أكل منه الطعام يعتبر له جزاء تستغفر له القصعة، الإناء يستغفر للاحسه. فعلينا أن نحرص على هذا، لأن بعض الناس يأنف من أن يلحس الإناء أو يكثر أو يأكل كل ما في الإناء، وإنما يترك به شيئا لا قيمة له، فإن ترك شيئا يساوي شيء أو يرغب فيه الآخرون فلا بأس، لكن إذا لم يترك شيئا إلا بطابط من يده ونحو ذلك فهذا مكروه، ويسحب له أن ينظف الإناء ويلحسه أو مثل ما يلعق يده كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم شكر نبيشة على اقتراحه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وروى عنه كذلك ادخار لحوم الأضاحي لفوق 3 أيام. وهو رضي الله عنه سكن البصرة في آخر حياته. هذا نبيشة راوي الحديث الأول، وهو رجل وليس بامرأة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق. أيام التشريق هي 3: 11 و12 و13 من ذي الحجة. وسميت أيام التشريق، وذلك أن الناس كانوا يشرحون ويقددون اللحم لينشفوه بالشمس، لينشف بالشمس ويبقى يا صالحا للأكل بعد أيام بدون رائحة سيئة، بل يكون حسنا، ويسمى الشريح.
الشريح وإلى عهد قريب كان الناس يتخذونه في منى، يأتي أناس في منى ما لهم مهمة ولا عمل إلا التشريح، يشرحون هذا اللحم ويأخذونه ليستفيدوا منه، لأنه لم يكن عندهم متوفرة الثلاجات ولا الأواني التي توضع فيها اللحم الطري، وإنما إما أن يشرح أو يخيس ويسوء ويفسد، فكانوا يشرحونه يشرقونه يعني ينشرونه بالشمس. العهد القريب كانوا ينشرونه على الخصاصيف وعلى الفرش لأجل أن ينشف ويقطر ماءه، ثم يدخرونه في الخياش، يأخذونه في الأكياس يابس. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ذلك أن أيام التشريق أيام أكل، فيأكل الإنسان من الأضحية ما دام اللحم متوفر وطري وحسن، يأكل منه يستفيد منه. أيام أكل وشرب كذلك وذكر لله جل وعلا، اذكروا الله في أيام معدودات، فذكر الله جل وعلا مستحب في هذه الأيام، فعلى المسلم أن يذكر الله جل وعلا في هذه الأيام ولا يصوم أيام التشريق. ثم للعلماء رحمهم الله في صيام أيام التشريق ثلاثة أقوال ستأتينا إن شاء الله. القول الأول أنها لا تصام أبدا إلا عن هدي لم يتيسر للمرء، الثاني أنها تصام عن الهدي وعن الكفارة والواجب من الصيام، والثالث أنها تصام عن كل شيء لا بأس بصيامها ولم يعملوا بهذا الحديث، وهذا الحديث صحيح يجب العمل به. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، هذا الحديث رواه اثنان من الصحابة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أم المؤمنين وابن عمر رضي الله عنهم، قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، يعني لا يجوز أن تصام أيام التشريق إلا لواحد، من هو؟ من لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام. إذا توقع المسلم أنه يجد الهدي فيذبحه يوم العيد أو ثاني العيد أو ثالث العيد، فإذا لم يجده في هذه الأيام فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، لأنها تكون في الحج، أيام التشريق أيام حج، فتكون كأنه صامها قبل عرفة. إذا صام أيام التشريق فقد جاز له ذلك، وهي الأيام المعدودات المذكورات في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم اقرأ. مفردات الحديث: لم يرخص بالبناء للمجهول، والرخصة لغة التسهيل في الأمر والتيسير، يقال رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله، والمراد هنا لم يرخص يعني لم يبح صيامها إلا لما ذكر. أيام التشريق هي ثلاثة أيام: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي والهدي فيها ونشرها في الشمس لتجف، وذلك بعد تقديدها وجعلها شرائح. ما يؤخذ من الحديثين: أولا أيام التشريق ثلاثة هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهي أيام فرح تابعات ليوم عيد الأضحى بالأكل من لحوم الأضاحي والتبسط في المباحات، وهي أيام ذكر لله تعالى حيث يشرع فيهن تكبير الله تعالى، فهي الأيام المعدودات التي قال الله تعالى عنها واذكر الله في أيام معدودات،
وسميت أيام التشريق لأن الناس يقددون لحوم الهدي والأضاحي ويشرقونها في الشمس. يقددون يعني يشرحون. وسميت أيام التشريق لأن الناس يقددون لحوم الهدي والأضاحي ويشرقونها في الشمس لتجف ليدخروها لعدة أيام. ثانيا لهذه الوظائف الدينية والتقوي على أدائها ولكون المسلمين فيها في أعقاب فرح العيد والأكل مما تقرب به إلى الله تعالى من الهدي والأضاحي فهم في ضيافة الله تعالى. لهذا كله ولامتثال أمر الله تعالى حرم صيامها ولا يصح لا فرضا ولا نفلا ولا نذرا ولا غير ذلك وإن صامها عن شيء من ذلك لم يجزئه لأنه لم يقع موقعه ولم يصح صيامه فيهن إلا عما ذكر إلا عمن لم يجد الهدي فله أن يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. خلاف العلماء اختلف العلماء في صيام أيام التشريق على 3 أقوال. الأول أنه لا يصح صومهن إلا عن صوم التمتع والقران لعادم الهدي، لهذا الحديث لا يصح صيامها إلا لمن لم يجد الهدي فله أن يصومها. الثاني لا يصح صومهن مطلقا إلا عن تمتع لا عن تمتع ولا قران ولا غيره. القول الثاني قالوا ما يصح صيامها أبدا لا يجوز، وهذا خلاف نص الحديث المتفق عليه. الثالث جواز صومهن للتمتع والقران وكل صوم له سبب كنذر وكفارة دون ما له سبب. والصحيح من هذه الأقوال أن صومهن محرم لا يصح إلا للتمتع والقران إذا عدم الهدي، فإنه يجوز له صوم أيام التشريق والثلاثة صوم أيام التشريق الثلاثة لحديث الباب الذي معنا. قال النووي والأرجح في الدليل صحتها للتمتع وجوازها له لأن الحديث في الترخيص له صحيح وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه. هذا هو الواضح أنه لا يصح صومها إلا ما استثناه الشارع، فالعبادات توقيفية فلا يجوز للمسلم أن يتعبد الله جل وعلا بما لم يرد في الشرع. لو أن مسلما قال يوم العيد يوم فاضل، أيام التشريق أيام فاضلة، وأنا أحب أن أتقرب إلى الله بصيام هذه الأيام، يقول لا يجوز لك ذلك لأنك منهي عن هذا شرعا، والعبادات لا يصح العبث فيها لا بالزيادة ولا بالنقصان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل رجل جاء بعمرة من شوال في شوال ويريد الحج، هل يجوز أن يأتي بعمرة أخرى؟ العمرة المكررة إذا كان لها سبب كان يكون سافر من مكة وعاد إليها فيستحب له أن يعتمر، أما إذا كان أدى العمرة وجلس في مكة ثم خرج للتنعيم أو لغيره فلا ينبغي له مثل ذلك بل يقتصر على العمرة الأولى. يقول السائل صليت إماما وشككت هل سجدت السجدة الثانية، وبنيت على غالب الظن أني سجدت لأن الشيطان كثيرا ما يشككني في هذا ولم أسجد للسهو لأن غالب ظني أني سجدت. لا بأس عليك، لأنها تختلف الحال من كونك إماما لأناس من كونك منفرد، فإذا كنت إماما وبنيت على غالب ظنك فعملك صحيح، وأما إذا كنت منفرد فلا تبني على غالب ظنك
وإن مبني على اليقين وطرح الشك. إيضاح هذا مثلا إذا كنت إماما للناس وشككت بأن سجدت السجدة الثانية أو لا ثم بدا لك أنك سجدت وأخذت بهذا فلا بأس، لأن معك الجماعة إذا أخطأت ذكروك، بخلاف المنفرد فينبغي له أن يبني على اليقين ويطرح الشك. يقول السائل: ما حكم صيام الحاج ليوم عرفة الموكل بالنيابة؟ يكره ذلك ولا يحرم، يكره ولا يحرم صوم يوم عرفة للحاج، وأما لغير الحاج فهو يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يقول السائل: والدي له دين على رجل مماطل، فعرض عليه طرف ثالث أن يعطيه سيارة ويتقبل الدين على الرجل المماطل، فما الحكم في ذلك؟ هذا صحيح إذا كان أنه أخذ السيارة وهي مقابل الدين لا تزيد ولا تنقص إلا قليلا، أما إذا كان فيها مخاطرة بأن كانت قيمة السيارة رخيصة والدين أكثر من ذلك فلا يجوز الإنسان أن يفرط بماله، والمماطل عنده الدولة تلزمه بالتسليم إذا ثبت ذلك. يقول السائل: أنا صليت عندما يقول السائل إذا أتى الشخص بعمرة التمتع بها إلى الحج ثم يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة لأبيه المتوفى، هل يفسد تمتعه بالحج؟ نعم، إذا أتى بعمرة بعد التمتع الأول فهو على تمتعه الأول ما دام أنه لم يسافر، وإنما أتى بعمرة غيرها، فالعمرتان صحيحتان إن شاء الله، لكن العمرة المشروعة هي التي يخرج بها يأتي بها من الحل من بعيد، يأتي بها من الميقات، كان يأتي بعمرة مثلا من الطائف ثم يذهب إلى المدينة فيأتي بعمرة من المدينة، هذا حسن ولا يفسد تمتعه بتكرر العمرة. يقول السائل: إذا أنا صليت وعندما كنت في الركوع رأيت ثعبانا، هل أترك الصلاة أم أتوكل على الله وأكمل الصلاة؟ اهرب كما لو أتاك أسد، اهرب كما تهرب من الأسد، ما عليك يا أخي، لأن الثعبان قد يهلكك إذا تسلط عليك. يقول السائل: شخص جاء من اليمن للعلاج في مكة وله في مكة 9 أشهر، فهل يعتبر من سكان مكة؟ إذا لم ينوي الرجوع بعد الحج مباشرة فيعتبر من سكان حاضر المسجد الحرام، وأما إذا نوى الرجوع فلا يعتبر ذلك. يقول السائل: وجدت الإمام راكعا فركعت وكبرت لتكبيرة الإحرام ولم أكبر للركوع، ماذا علي؟ ليس عليك شيء، تسقط تكبيرة الركوع إذا أديت تكبيرة الإحرام، لأن الفرق بينهما أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ما دخلت بالصلاة إذا لم تكبر تكبيرة الإحرام، وأما تكبيرة الركوع ففي هذه الحال تكون سنة، إذا أتيت بها فحسن وإذا لم تأتي بها فلا بأس عليك، بخلاف التكبيرات قبل ركوع الإمام هذه تعتبر واجبة يجب الإتيان بها ما لم تنساها، فإذا نسيتها فتجبرها بسجود السهو. يقول السائل: كيفية حج المفرد من سكان مكة؟ حج المفرد حج ما فيه لو كيفية،
يحرم بالحج من مكة ويخرج يوم عرفة أو يوم التروية أحسن، ويقيم بمنى يوم الثامن وصبيحة التاسع يتوجه إلى ما إلى عرفات ويقيم بها ذلك اليوم، ثم يتوجه بعد أذان المغرب إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى ويرمي الجمار، ويقيم بمزدلفة إلى آخر الليل أو إلى الصباح، ثم يتوجه إلى منى ويرمي الجمار، ثم هو حر إن شاء أن يذهب إلى أهله فلا بأس عليه، وإن شاء أن يذهب إلى الحرم ليأتي بطواف الإفاضة، فطواف الإفاضة والسعي الأفضل أن يأتي به يوم العيد، فإن لم يأتي به يوم العيد فلا بأس عليه. يقول السائل: أتيت في رمضان لطلب العلم في الحرم والآن نويت الحج، فمن أين أحرم؟ علما أني دخلت مكة بدون عمرة. تحرم من مكة ولا بأس عليك، ولو أنك لم تدخل بعمرة لأنك دخلت قبل أشهر الحج في رمضان. يقول السائل: هل يجوز وضع سلة للقمامة في قبلة المسجد يبصق عليها الناس وغير ذلك؟ يكره هذا ولا يحرم، لأنها ما فيها ما يشغل المصلي، إنما يبزق بها ويمشي، لكن إذا كان المزاق حال الصلاة فيكره ذلك كراهية أشد، والله أعلم. يقول السائل: هل أهل مكة يلزمهم المبيت بمنى علما بأن منى تكون مزدحمة؟ يلزمهم ذلك لأن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، فيلزم المبيت بمنى. يقول السائل: أهل مكة يقصرون الصلاة في أيام منى. أهل مكة يقصرون بمنى إذا أقاموا بها، إذا أقاموا بمنى فإنهم يقصرون، أما إذا لم يقيموا بها فإنهم لا يقصرون ولا يجمعون. يقول السائل: صيام أيام التشريق، أصوم يوم 14 و15 و16 بدلا من يوم الثالث من يوم 13 من ذي الحجة، هل هذا صحيح؟ أيام التشريق وأيام التشريق هي ثلاثة، لا يجوز فيها الزيادة ولا النقص، وهي في اليوم 11 و12 و13 واليوم 13 واليوم 14 الذي هو 6 و7 من أيام التشريق، 4 أيام التشريق لا يسمى من أيام التشريق، ولا يجوز فيه الرمي ولا وانتهت أعمال الحج قبل ذلك، وإنما يجوز صيامه نذرا ونفلا وطاعة وتقربا إلى الله جل وعلا، لأنه لا يدخل في أيام التشريق اليوم 14 ليس من أيام التشريق. يقول السائل: رأت زوجتي في المنام أني متزوج بثلاث نساء، فهل أعمل بالرؤيا؟ يعمل بها إن استطعتها. يقول السائل: ما حكم من حج وعليه هدي فصام 3 أيام ولم يرجع إلى بلده إلى الآن وعليه 7 أيام؟ إذا كان مقيما في مكة فيعتبر من حاضر المسجد الحرام وليس عليه هدي تمتع ولا هدي قران، أما إذا كان أقام لعارض فعليه أن يؤدي الصيام الواجب عليه ولو أنه لم يقادر إلى أهله، فيعتبر قوله وصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يفسرها بعض العلماء بقوله إذا رجعتم من الحج، فيجوز أن يصومها الحاج في مكة.
هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع بصير مجيب الدعوات.